طلعت عين الراجل وانا بنقي البتنجان صغار من كده، اصل الواحد على البق على طول. ايه يا بنتي الخاتم الرجال اللي انت لابساه ده؟ ده كبير قوي وشكله وحش قوي على ايدك. ده بتاع ابويا الله يرحمه، بس انا حبيت افتكره والبسه له على طول، هفضل لابساه لغايه ما اموت. لا اله الا الله يا بنتي، معلش انا ما كنتش اعرف، بس يظهر ابوكي كان بيحبك قوي. الله يرحمه الله يرحمه. هقوم انا بقى اسلق الفراخ على ما انت تخلصي حشو المحشي. النبي حاجه، خليني انا اللي اطبخ النهارده، انا اكل حلو هيعجبك. ده انا شاطره، انا عارفه انك شاطره، بصراحه انا بتلكك. انا كمان ماليش نفس اعمل حاجه النهارده، وانت بقى عايزه ادوق اكلك بقى وطعمته. اصل انت بتفكريني ببنتي صباح، ربنا يطمني عليها دايما يا رب يا رب. انا مطلعه فرختين جوه، اصل محروس اخو الحاج صلاح هيجي يتغدى معانا النهارده. شكله طيب قوي، والله انتوا عيله كلكم طيبين ولاد حلال. والله هو طيب قوي وغلبان قوي وحظه قليل قوي. عارفه مراته ماتت من مده كده، ومن ساعتها ما شمش اي ست. يا عيني، هي كانت عيانه؟ لا يا اختي، نامت ما صحيتش الصبح. 7 سنين متجوزها وما خلفتش، ومع ذلك كان شايلها في حباب عينيه، وكان راضي باللي قسمه ربنا. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يرحمه. على فكرة بقى، راشد امبارح كان متسلطن وكان زي الفل، وما كانش فيه أي حاجة مضايقاه. ما حصلش بقى، ده كان بيجارينا في الكلام كده. ده من المحل اللي هنا ما فتحش بقه بكلمة واحدة. ما هو من البيرة اللي شربها، ده ضارب 6 أزايز ويجي 4 5 سجاير حشيش، في ايه؟ ما كان لازم يجي يدلق وينام في دقيقة. لا ما نامش، ده حيالله نام له ساعة وقام فط جري. لا يا اختي انا ما اقدرش اشتغل الشغلانة دي، علي لو عرف ما اعرفش يعمل فيا ايه. ده بعد 7 سنين يا فتون. وبعدين انت محسساني ان علي ده دكتور ولا مدرس عربي؟ ده سوابق وتاجر مخدرات، وهو لسه مرمي في السجن، ويا رب ما يطلع. انتي مالك يا اختي عماله تتزوقي كده ليه؟ راحه فين؟ انا كده بحب اقعد في البيت وانا حلوه. ليكي فيه؟ تصدقي يا بت، الصلاه دي عجبتني قوي، اصل انا احب حياه الليل دي قوي، خمره ومخدرات كل الحاجات اللي انا بحبها. ده غير الفلوس اللي بالكون. فلوس يا فتون احسن لك بدل اللي انت فيه، بدل ما انت عماله تتسلفي من ده ومن دي. عارفه يا اختي، عارفه ان عليا 3150 جنيه ليكي. وبعدين بقى في العبط اللي انت فيه ده، انت هبله يا فتون؟ ده انت صاحبتي الوحيده واكتر من اختي. انا اقصد اعملي قرش لنفسك، امني نفسك من الزمن ومن الدنيا اللي احنا عايشين فيها، اعملي فلوس يا فتون. لا يا اختي وراشد، انا خاف منه. تخافي منه؟ وده من امتى بقى؟ بقول لك ايه، راشد بتاعك ده لما الرصفه كده تاكل من جتته ويلاقي نفسه مش لاقي حق السيجاره، هو يا حبيبتي اللي هيدور لك الشغل وهيجي يقف في ظهرك، وهيبقى رجليه سابق رجليكي. فوقي بقى وكفايه. انا هكلم فاضل. هاتي التليفون. يا سلام. تقول حاجة تانية؟ لا يا حبيبتي، ده كده تمام قوي، تسلم ايديك. سمي بقى واقعدي كلي يلا. كتر خيرك يا حبيبتي. لا لا ما ينفعش يا بنتي، اقعدي، ده احنا اهل، اقعدي. ما تقعدي تاكلي ما تكسفهمش، ولا انت مكسوفه مني؟ اقعدي كلي عشان يبقى عيش وملح. نشوف بقى عمايل زينب. ها الله، تسلم ايديك يا زينب، قصه بجد. انت عمرك ما قلتي على اكل حد حلو قوي، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا حلو قوي، كل يا بنت انت مكسوفه. يا سلام. الله 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 الله.
قوي قوي قوي. يعني خدي. طب خد كده دوق. خدي بسلة. لا 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 رز وفلفل بقى أول. بس طب خد بسلة. خير. هاكل هاكل دلوقتي كل حاجة. بقول لك إيه يا بنتي؟ يبقى فكرين انك انت تديني اسمك واسم والدتك علشان ليا واحد صاحبي في السجل المدني علشان يطلع لك بطاقه وشهاده ميلاد بدل اللي ضاعوا منك. انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسين. حلو. ووالدتك نعمه سيد خليفه. كويس قوي. يبقى اكتبيهم لي كده في ورقه عشان انا بنسى. الواحد عقله مش دفتر طبعا. والله حاضر يا حاج حاضر. ما تاكل يا محروس. ما تاكل يا زينب. امسك يا محروس. تسلم ايدك يا حبيبي. يلا. عارفه بوله الميه اللي بيحطوها للموظفين؟ جبت منها اربعه حطيتهم على المسرح. يا نجم حبيبي يا نجم، ايه الخطوه العزيزه دي؟ شرفنا. ازيك يا فاضل؟ ازيك يا نجم؟ اخبارك ايه؟ يا رب. ايه الحلاوه دي؟ اتفضل يا نجم، اتفضل هناك، اتفضل يا نجم. وادي يا كهربا. ايوه. تعالى يا واد النجم هنا. صباح الفل يا نجم. انت تلوي دراعي يا فتون عشان عارفه ان انا العشفر. لا اسم الله على مقامك، انا اللي مليونيره. سيبني في حالي يا عمنا. عندك حق. انا غلطان. انا المفروض اسيبك وكل واحد مننا يشوف مصلحته فين. عايز تسيبني يا راشد؟ عايز تسيبني وانا محتاجه لك؟ هو ده اللي علي وصاك عليه؟ كويس قوي انك لسه فاكره ان في حد اسمه علي. لا فاكر. بس كنا ناكل ونشرب منين؟ ما تنطق. تقومي تطلعي تتهزي وتترقصي وانت عريانه وسط الناس. لما يطلع جوزك اقول له ايه؟ اقول له اشتغلت ورا مراتك صبي علمة من عرق جبيني؟ لا انت لازم تفضل معايا عشان تشهد ان انا ما عملتش كده غير لما اتطربقت على دماغك ودماغي وما كناش لاقيين ناكل. يمكن ساعتها علي صدقك. انا مش مصدقك يا فتون. انت ما يهمكيش غير نفسك. جوزك اتسجن واختك طفشت وما تعرفيش اذا كنت هتشوفيها تاني ولا لا. ولا فرق معاكي. جايه هنا عشان الفلوس والخمره والحاجات اللي انت بتحبيها. توم حبيبتي انت بتعملي ايه هنا؟ يلا يا حبيبتي سيما بره. باي. يلا ايه الهدوم دي؟ هغير بره. يلا رشد اوعى تمشي، استناني. هيا اخويا اصحى لينا، احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا. يعني اديني عقلك، يعني اديني وقتك واستمتع بيه. يعني اللي حضر العفريت يعرف يصرفه وما تسألنيش هصرفه منين. يعني الصرف لحامل البطاقة. يعني الفنان الليل اسطورة الغناء الشعبي الرجولة القنبلة الصاروخ. يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ده انا بقالي شهر على الحال ده. يا دي الكسوفه، ودي وشك منك وفين؟ ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا. ده انت مليتي عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجه يا بنتي، بس هو في مشكله صغيره كده ان اسمك متشابه مع اسمين، وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع اتنين ستات، واحدة من المحلة والتانية من سوهاج كده على قد ما افتكر. وانت كمان كنت قلتي لي ان البطاقة الشخصية بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعة من اسم عين شمس. طب ما اقول لك على حاجة صباح. قول يا. طب ما احنا ممكن نعمل لها بطاقة جديدة خالص باسمها، وشهادة ميلاد جديدة زيها برضه على انك ساقطة قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع.
بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجة هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ الضرورات تبيح المحظورات يا حاج. وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها كده بلا هوية؟ اه خلاص بقى يا زينب، مقضية بإذن الله. بس انت بقى روحي هاتلنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج، وهركب المشروع من ناحية البحر. صح، برافو عليك يا اختي فالحة. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلوة قوي، ده جاتلك توصيلة على الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حاج. ونقي السمك طازة وحلو. هعمل كده. خلي بالك عليها، دي أمانة عندنا يا ابني. فنان صلاح. يلا السلام عليكم حاج. سلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. هرجع لك انا تاني اكلمك برضه. ماشي، مستنيك. شكرين احسن. بتعملي ايه؟ ما الحاجة مدياني فلوس. والله العظيم ما يحصل عليك. ماشي، خد سلام. خلاص السلام عليكم. بس انا خايفه على الحاجه تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقه زي ما هي قالت. يا ست ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه، وانت النقيه كام سمكه حلوين، ولسه لما تدوق وعمايل ايديا. يا ست تسلم ايدك من قبل. اسكندريه حلوه قوي. اه اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تؤمر. هو مرسي ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ اه يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره واقرا له الفاتحه. ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ اه طبعا. انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟ هو ده بقى يا ست المرسي ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. يبقى ادعيلي معاكي بقى. ايه ده، انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي، ما تاخريش يا زين. حاضر. قوم قوم يا اخويا، بقينا العصر. قوم قفلنا سجارة كده نصطبح عشان عايزة اروح الشغل بدري. انا مش هروح معاك المحل تاني يا فتوح. هي البانة في ايه؟ حصل ايه؟ ما خلصنا، احنا راجعين امبارح من الشغل، شغل يوم واحد ب 1500 جنيه. يا ستي روحي انت، انا وجودي معاكي ملوش لازمة. لا ليه؟ وانت عارف انا لو نزلت الصالة لوحدي هتاكل. انت سايق عليا العوج ليه؟ اللي في دماغك؟ اللي في دماغي بيقول لي ما اجيش معاكي تاني. يا ابن الحلال، نستند على بعض، وهو اللي يسري عليك يسري عليا. يو بقى يا فتون، انا عندي حفر عايز اردمها، سيبيني في حالي بقى. حفر ايه يا اخويا اللي انت عايز تردمها دي؟ كنش عسليه. هي ممكن تكون بلغت عن قتل الحسن ومسبت الونش. انت صدقت اسبوع العسل اللي عشته معاها ده؟ احنا طبخينه سوا. عسليه عمرها ما حبتك ولا طاقتك ولا شافتك راجل اساسا. يا حاج صلاح، انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس، يعني بنعرف البني ادمين. وزينب دي روحها طيبه والله. والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط، بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصه شويه تفكر. افكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البنت مقطوعه من شجره وقاعده معايا، ايه اللي هيتغير؟ طب هنسال مين طيب عشان نعرف عنها حاجه؟ وبعدين بيني وبينك يا اخويا، انا ما صدقت ان قلبي مال لواحده بعد ما رفعت الله يرحمها. بص يا صباح، اتكلم الحاجة ام صباح خليها تسألك اذا كانت توافق تتجوزني ولا لا. يعني واللي فيه الخير ان شاء الله ربنا يعمله. واو،
تعدي عليا تقولي هاي باي او جاي. انت زعلان مني ولا ايه؟ زعلان منك ليه؟ يا ساتر ضربتني على ايدي يعني؟ مثل بيقول محتاج غنابه. انت واخدها على شنبك قوي كده ليه؟ يا اختي الموضوع ابسط من كده. انت معاك مشروع يكسبك الماز، دي رقاصه شاطره لو عرفت تدورها كويس هتدخلك في الليله ولا عشر بواكي. مالك متنحرم قوي كده ليه؟ وهتنحرم ليه يعني؟ هو بس الكار ده جديد عليا انا مفيش غنابه. يا اهلا يا الف اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. ايه القمر ده؟ ازيك يا فاضل؟ انا كويس. المهم انت يا بناء طمنا عليك فين؟ كان شويه مصالح كده ولازم تخلص. اه المهم الحمد لله على سلامتك. طبعا الحمد لله على سلامتك يا جميل. بس ايه الحاجات الحلوه؟ مين الرقاصه دي يا فاضل؟ دي رقاصه جديده اسمها سلمى. اول محل تشتغل فيه عندي انا. مفاجأة صح؟ ايه ده مفاجأة؟ طب ايه؟ مش عازمك على ويسكي في محلك؟ حبيبي ترابيزتك جاهزة لك، اصطبح وانا هخلص شوية مشاوير كده وجاي لك على طول. صباح الفل. ولا لسه؟ لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاك في كلمتين. اقعدي صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك، ايه رايك؟ لا اله الا الله، انا بقالي عندكم بس 3 اسابيع وما اعرفش محروس. وبعدين ده ما بيصليش. يوم وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسب والعباس وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش اطيب منه، لو لفيتي الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله، ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقه ملك وعنده تاكسيين، هو مش بعيد عن ربنا، ده قريب منه قوي. بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجه صالحه تدفعه كده وتعدل حاله ان شاء الله. وانا ما بضغطش عليكي، انا بقول لك فكري وقولي لي رايك. هو انا عايزه اسالك سؤال يا حاج. اسالي يا حبيبتي. هو انا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا اله الا الله، ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجه وحبي ورعايتي ليكي حاجه تانية خالص، وسواء اتجوزتي محروس او ما اتجوزتهوش انت بنتي هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضو بتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حاج. اسم الله عليكي يا حبيبتي. لا اله الا الله، ليه يا حبيبتي كده؟ ده انت زي صباح، ده انت بنتي. ربنا يخليكي ليا يا حاج. حبيبتي ايوه يا راشد انت فين؟ ايوه يا فتون، ابو هناء في الصاله. ابو هناء بتاع المخدرات؟ بجد بجد؟ ايه يا مجنونه، انا مستنيكي بره. انت مال صوتك كده؟ مالك متوتر كده ليه يا اخوي؟ لان سبتي تكونش انت اللي قتلت الونش. ونش ايه وسبتي ايه دلوقتي؟ احنا في مصيبه. اخلصي. مصيبه يا ساتر يا رب. لا على طول يا اخويا البس وجيلك. ثانيه واحده. الرقاصة الجديدة فين؟ عايز أقول لها كلمتين، ينفع؟ آه ينفع طبعًا يا سيدي الرجالة. بص هي لسه عندها نبض، هتخلصها وأجيبها لك على طول رقبتها عدة. صباح
رسيني يا روشن، بدل ما انت مجرجرني زي المعزه من الصاله اللي هنا وانا عمال اقول لك حاضر، نفسي اعرف فيه ايه. ما تقول يا فتون. يا فتون انا خايف عليك زي ما انا خايف على نفسي. والنبي ده انت دبح اتنين واخدني على جناحنا وانطق. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونه. لو سمعتنا هتودينا في داهيه. يا نهار ابوك واسود، قتل اتنين وجايبهولي هنا؟ انت عايزه تعملي في ايه؟ توديني في داهيه؟ الله يخرب بيوتكم. يلا غور غور يا اخويا، دي فيها اعدام. اتفضل لو سمحت امشي من هنا. يلا امشي بقى، خليني اعيش. ماشي ماشي يا فتون، بس زي ما قلت لك انت ملطوطه معايا في الاثنين. ليه؟ عايزني اتعدم مكانك؟ بتغفلين يا فتون؟ ليه يا صاحبتي؟ عايزه توديني في داهيه ليه؟ اهو غير خلاص، لو عايزاني امشي امشي. والله بقى اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. مؤاخذة يا معلم، أنا والله بعتذر لك. أنا آسف جدا جدا جدا. أنا مش عارف أقول لك إيه. واضح إن أنت نسيت يا فاضل، أنا بشايش. آه، ده مؤاخذة تاني، أنا كده مش عارف أقول لك إيه خالص. تقول لي إيه في إيه؟ آه، تلاقيها لما لمحتني في الصالة كتت. لا 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 يا معلم، أنت كده لازم تحكي لي اللي بينك وبين البنت دي. هي أول ما شافت وشك يا أخويا انكمشت على طول، وجريت وكتت بره الكباريه. انت شفت معاه واحد اسمه راشد؟ شفته. الواد ده قتل واحد غالي عليا قوي ولازم يقع. طب وسلمى؟ اسمها فتون. عارف هي ليها علاقه بقتل الواد ده؟ لا. خلاص انا هحاول اروح للبنت اللي عرفتني عليهم، اسمها غنوه، وهي هتودينا ليها. لا احنا مالناش دعوه، الحكومه هي اللي هتروح. ايوه معلم، بس انا كده هبقى ازيد غنوه جامد. في ايه؟ هي يدوبك خيط الحكومة تشده وتجيب اخره. الواد مستغفلهم الاثنين وما يعرفوش هو عمل ايه بالظبط. انا المصلحه بالنسبه لي ان الواد ده يغول خالص واستفرد انا بقى بالثوم. كده تبقى المصلحه واحده. حلاوه. يا حمام، صبح يا حمام، عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. لا والله انا حصل معايا حكايه في بولاق كده يا راجل، ده انا بقالي فوق الشهرين مختفي. اه بقول لك ايه، طب انت معكش فلوس؟ انا اصل لا مش مبلغ، 100-150 جنيه كده امشي نفسي لحد ما الدق. عارف والله مكسره على الكل يا حمام. ماشي ماشي يا حمام، ليلتك بتضحك. سلام يا حبيبي. سلام. عم انسي سيد الناس. انت مين؟ انا راشد يا عم انسي. انت مش مشارك؟ راشد مين؟ راشد، ما سجلتش رقمي يا عم؟ احنا كنا ليلتها متدرمغين، حد كان فايق يسجل لي مر. بقول لك ايه يا عم انسي، كنت عايزك في موضوع كده. ما كلمتنيش ليه؟ انت فين؟ انت فين يا عمنا؟ انت ما يخصكش انا فين يا راشد. عايز اشتغل والنبي يا عم انسي. بكره انا عايزك من نجمه تجيلي اي وقت تصحى فيها، تبعدك وتعالى. سلام. كده تمام، تسالة 50 جنيه. امور يا فندم؟ لا هو مفيش دكتوره ست هنا؟ لا فيه. ماشي هستناها. تعالي يا دكتوره منار. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت؟ انا عرفت انه بيتباع عندكم، يعني حاجة كده مستوردة. ايه هو، دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟
اصلا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيكي. فهمتي؟ لا انا اسفه ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. سيني سيني. سلام. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين؟ تعالي يا حبيبتي. خش برجلك اليمين. نورت بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الف الف مبروك. الله يبارك. الاكل عندكم اهو، عايزاكم تخلصوه كله. ان شاء الله. ألف مبروك. تسلمي. ألف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا أخوي. ألف مبروك. ألف مبروك يا زينب. جدع من شد حيلك. عايزين العيال تملى البيت. ها؟ يا رب. فاهم ولا ما أنتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا معلم. ربنا يهدي سيرتك. ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك يا جماعة. متشكرين. تعالى يا رب شيلنا وسط الهنا. أسبوع أسبوعين. نجاملكم في الأفراح، سيبوا العرسان لوحدهم. يلا. 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 نجاملكم في الأفراح إن شاء الله. الحمد لله، الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بنت، ايه اللي موقفك هنا؟ يا هلا، تعالي خدي بنتك. عايزة اقعد معاهم شوية. مفيش شوية ولا شويتين، يلا يا بنت يلا. يلا. بس خلصي الأكل كله. حاضر. حبيبي يا صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسة. ايه رأيك في الشقة؟ حلوة. والله انت اللي حلوة وزي القمر. أنا عايز نقولك على حاجة. يمكن يكون الوقت مش مناسب. بس هنقولك. أنا كنت بحب مرات الله يرحمها. أكتر من أي حاجة في الدنيا. ولما ربنا افتكرها قلت خلاص. مفيش واحدة ست ممكن تخليني أفكر أتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة؟ حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ إيه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض، ونخلف يجي 15 عيل. بس أنا في حاجة لازم أقولك عليها يا محروس، وما ينفعش أخبيها عنك. حاجتي اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينب. اصلا انا مش هينفع اعيش مع واحد مش قريب من ربنا. انا عايزك تصلي يا محروس. يا ست اصلي؟ عايزين نصوم اثنين وخميس كمان. عايزك تأم بيا واصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازه دي. ان شاء الله هيكرم. ده انت وش الخير. فجأة ظلمت في وشي يا عم منسي. يا عم الدنيا ما اتربيتش، روق. أنا بعونك يا رب لو عايز طاقية لخفة وطيارك بره البلد لا يحصل في ثانية. أنت ما تعرفش إن أخوك بقى ساحر الصحراء ولا إيه؟ السجاير بتاعتك كبير ملفوفة وجاهزة ومية المية. قشطة كابيلو. حبيبي يا معلم. عندنا في الحريم.
خلي البنات تدق الزار علشان أزهار. ليلتك فوق لبير. صباح. عارف السحلية أولها فين؟ لما حبيت عسلية. من بعدها كل شيء ضاع. قصدك كل شيء اتلزق. بص يا صاحبي، أنا الدنيا علمتني إن اللي فات اتدفن واتاخد عزاه. صح. بقولك إيه؟ قول. عايزك تشوف لي مطرح توفيق. جرايا راشا، ما تفك لحم دماغك شوية. أنت هتقعد معايا في المطرح هنا. وهنا لا حكومة طولك ولا سوسن بدر تشوفك. أو تشبرني بقى، هروح واجي وبتاع. وشاي بالنعناع طول ما انت جنبي هروشك. امين امين. ايوه في ايه؟ غنوة؟ ايوه انا. في ايه حضرتك؟ تشوف البيت. طب عايز افهم بس حصل ايه؟ راشد فين؟ لا ماما ما اعرفش. تعرفيش؟ في تون؟ ايوه يا بيه انا خير. تعالي لي بقى كده حلوه، تعالي خف حالي شويه، خف نفسك. راشد فين؟ ما اعرفش عنه حاجه يا بيه. وما دام ما تعرفيش، بقيت بره بيتك ليه؟ اصل راشد يبقى جوز اختي. اختي عسليه. ضربني يا بيه. اقعد له سبت الحاره وجيت عند غنوة. ما تحوريش يا بنت، احصل عليا النعمه. انا بس قلقت دم وانت واقفه. انت سامعه؟ سامعه. راشد كان معاك امبارح وخارجين انتوا الاثنين من الكاميرين بالليل سوا. حصل؟ ما حصلش. باشا راشد كان عندي هنا وانا طردته الساعه 2 بالليل ومشي. طردتيه راح فين؟ والله العظيم ما اعرف. حس كده بقى نروح الاسم كلنا. وهناك بقى نتكلم براحتنا. نروح الاسم ليه يا بيه؟ ما تسلم على بعض. والله احنا ما عملنا حاجه. انا ما عملتش وحياه ربنا ما عملنا حاجه. طب اغير هدومي يا بيه، استر نفسي. طب يلا يا اخي انت وياه بسرعه. اللي انت بتقوليه ده لما يسالوك عن راشد قولي ما اعرفش. ما اعرفش ازاي؟ هيبهدلونا في الاسم دول، ودي جزاتي علشان شلتكوا عندي في البيت. الله يخرب بيوتكم. ما تعالى يا اخي انت وياه تسال تفتشوا. حاضر. خلي اختك تروح، ما تلبسش على طول. يلا. يا ليل يا ليل يا ليل يا جميل يا ليل ويا ما فيك مواجع يا ليل يا ليل يا ليل. تخون عايش ليه؟ تخون عايش ليه؟ وانا بيدي خبستولك وتخون عايش ليه؟ وانا بيدي طمتولك وتبوح بالسر ليه؟ وتبوح بالسر ليه؟ وتبوح بالسر ليه؟ اخلص يا. ايه ده؟ في ايه يا عم؟ انا كلمتك، انا بغني. وتبوح بالسر ليه؟ وانا سرك كتمتولك وخايف.
عين العيش يا ربي. لو هتغني تغني علي هات على سهلك فاهم علي علي انت بتعمل ايه يا ايه يا جدع انت سيبه الواد هيموت في ايدك. معلش معلش يا كمان والله ما كلمته. معلش يا اخي الله زميله مزنوق. الله معلش ما تطمنش على اهل بيته بقاله فتره. ايه يا علي ايه يا علي تعال الواد ما عملتش حاجه يا اخي. لا في استهدى بالله استهدى بالله وعمل ايه عشان ده كله؟ بس بقى يا ابني بقى خلاص اسكت. ايه مفيش اخبار برضه عن الجماعه اللي بره؟ مفيش. لا خير ولا شر؟ لا 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 الله معلش معلش ربنا يطمنك يا الله. يا بنت طمنيني عليك ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقول لك ايه بس يا حاج ده انا امبارح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليكي. طب عارفه والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. اه بس امانه الله يا حاج محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قولي هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟ بقى لها كده يجي سنتين وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقول لك ايه محروس جوزك ده ايده سايبه انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وقع روحه كان زمانه بنى عماره. اه ما هو باين الله اكبر عليه ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. اه انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شويه يا حاج. انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان نعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفس. هقولك بص يا حلو احنا عايشين معاكي لحظه بلحظه متابعينك وعارفين كل حاجه عنك فاحسن لك ما تنكريش. بقى مرت ما كانوا عندك في البيت ونزلت اتمشيتي في الحاره بعد ما الونش اتقتل. ايوه باشا ما هما كانوا عندي علشان فيتهم صاحبتي وانا كنت بضيفهم وهما لما بعتوني الحاره انا سمعت كلامهم ورحت. بس والله العظيم ما كنت اعرف فيه ايه وهو ده كل اللي حصل. اللهم طولك يا روح. ايه يا حلوين هتقوله ولا مش هتقوله؟ والله العظيم عجبك؟ بص بقى يا فتون هتقولي راشد فين؟ هروحك من هنا وهنبقى حبايب. هتلفي وتدوري هلبسك قضية قتل الونش والناس كلها كده كده شايفاكوا رايحين جايين وعارفة الخناقة والسياح اللي كانت بينكم. هو أي واحد يترزل على واحدة وبتقتله؟ اه والله العظيم يا بيه ما أعرف حاجة عن راشد. طب هو امبارح كان عند غنم أنا كرشته. اه تظهر عليك وهتلكوا كتير. بقول لك يا احمد بيه قوم يا باشا. شايف المزتين الجامدين دول؟ اكيد عايزك تروقهم لي وسمعني اللحن يا باشا. اعتبره حصل. يلا يا حلوه انت وهي. لا يا باشا بص انا يلا. لا يا فتون هتكلم. بص يا باشا لما راشد وفتون كانوا عندي انا سمعتهم بيتكلموا وكانت فتون بتسال راشد على موضوع قتل الونش. بس بصراحه والله العظيم اللي انا فهمته ان فتون ما تعرفش حاجه عن الموضوع ده وكمان اتكلموا عن واحد اسمه الحسن. تقريبا كده اللي فهمته ان راشد قتله بجد. الحسن ده يبقى خطيب عسليه اخت فتون. وانا والله ده كل اللي اعرفه. والنبي يا باشا عايز اروح. ايه روح ما بعدك روح بقى. الله يخرب بيتك. تمام حلوه قوي كده. الجو حلو قوي النهارده والبحر جاي. انا قلت اجيب بقى شط عايده ده انضف شط في اسكندريه كلها. اه بس انا عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا اخويا. فين البتاع؟ هنقعد هنا بقى. ما نقعد زي ما هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ يطردونا مين؟ انا ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا. ماشي يا باشا. اقعد
اللي ايدك مخرومه وكان ممكن بدل التكسير يبقى عندك عماره زي ما ام صباح قالت لي. فين مخرومه بس؟ ما زي الفل يا ستي. هو احنا نعيش مرتين؟ هي مره واحده والحمد لله انا مستوره معايا ومرزق. دي نعمه ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام ام صباح، كل واحد يعيش على الطريقه اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقول على اللي يقنعك بس. لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي. برضو يعني مش هقدر انكر كلامك حلو، وانا مش عارف اقول لك لا على حاجه. طب انت بتضحك عليا؟ انا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، انا مش هتناقش معاك في حاجات ايه اللي انت عايزاها عني. حلو كده، ربنا يفرح قلبك ويقدرني ان اساعدك واهنيك. هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه؟ تاني؟ وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه، انا كان نفسي اشوفه والله. هو كان كفيف بس كان طيب، ما بيصلي وما بيفوتش فرض، كان كلامه حلو يدخل قلبي كده يطمنك. مش بملل من القعده معاه، متهيألي كل الابهات لازم يبقوا زيه. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ انت مش قلت لي ان ابوك اسمه احمد محمد؟ هو ما انا احكي لك، هو كان له اسمين، اصل انا ابويا كنا ما بينا يعني بندهله جميل، بس في البطاقه والورق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني؟ طب ما انا كمان ليا اسمي. بجد؟ اسمك ايه بقى غير محروس؟ روسا. بس اصحابي القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسا؟ انت قولي لي يا روستي. امسك كده. روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل. مش عاجبني روسا ده. يبقى محروس. يا سلام. انا عايز اكل دي. عيب كده قدام الناس. يا ست احنا براحتنا، ما حدش حاجه عندنا يا زينب. انا يعني هي الناس ماشيه مالت كده ازاي؟ انت عايزهم يمشي ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. ايه اللي صيف؟ عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا، استغفر الله العظيم، برضه الستر حلو. انت بتبص على عادي عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكلة؟ الناس فاتحة هنا بحر، انت رايحة مرسى أبو العباس. ده خطوتين من هنا، استغفر الله ربي وأتوب إليه. هات ايه يا جزة؟ ايه يا قلبي؟ بقول لك ايه؟ قول لي. ادخلي جهزي الزرع علشان ازرع. ماشي يا باشا، بس بقول لك ايه؟ صاحبك ده مموت نفسه شرب. لا احنا هنموت نفسنا زرع. ماشي يا باشا. يلا يا جزة. يا ابوي. ايه يا عم؟ البنت دي وحشة. ودي كمان. أنا كنت متجوز أحلى واحدة في الدنيا اللي هي مين؟ عسلية. عسلية؟ عسلية دي حتى تبقى ملزقة. هو ماله ده؟ ماله لونه غامق كده ليه؟ زعلان من نفسيته وعايزين ندق له الزرع علشان أزهار. ما تيجي ندق الزرع يا وحش.
خرجنا يا فتون. لو كنت مشيت ورا دماغك وحورت على الضابط كان زمانه بهدلنا وما شفناش الشارع. خلصت؟ اه خلصت يا اختي، عشان انا اللي خلصتها. واديكي خرجتي من الحوار ده كله زي الشعر من عينيك يا بنت هبله. انت فاكره ان الضابط يعني خلصنا عشان الكلمتين بتوعك دول؟ ما هم عارفين كل حاجه يا اختي. لا يا حبيبتي، ما كانش يعرف حوار اللي اسمه الحسن ده. نبي يا اختي، انا حاسه ان هو مخرجني عشان ابقى طعم تجيب بيه راجل. والله العظيم انت بتقعدي تتكلمي معايا كده زي ما اكون خارجين من كوافير. هو انت اللي متضايقه يا فتون؟ على فكره انت اللي جرجرتيني على الاسم وبهدلتيني. طب طمنيني، هتروحي فين ولا هتعملي ايه؟ رايحه في مصيبه اختي القرف ده. طب هتروحي على الصلاه ولا هتعملي ايه؟ طب لو فاضل سألني اقول له ايه يعني؟ مش فاهمه. لا ده انت هبله. يز حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العشاء، انا بصلي ركعتين شكر لله. اصلا ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمني انا، ده انا حاسس ان انا دخلت الجنه. انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت، انا هعمله لك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي اعمل لك يا حبيبي الشاي. بعد ما شفت انت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 الشاي. يا محمود يا بنت الكلب، اوعي تحلفها عشان خاطري. لا احكي لك. تحكي لي ايه يا زين؟ ما تقتلهاش. يخرب بيتك يا زينة، يخرب بيتك يا زينة، دي تبعك يا زينة. يخرب بيتك. ان جسمي كله مكسر. كانت ليله سودة اللي قعدناها في القسم دي. الله يخرب بيتك يا فتون. اه اريحك يا حبيبتي. لا ما انا عارفه يا اخويا اللي فيها يا اختي، دايما فاساني كده. كملي الظابط عمل ايه؟ يا دوب هو قال لي الامن يحفلوا علينا وانا اترعبت، قلت لا وانا مالي ماليش فيه. رحت حكي له على كل حاجه. اوف 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 اوف, أوف, أوف. دي تلاقيها اتروقت. لا اتروقت ولا حاجة، ده يا دوب هم تلات أربع أقلام الظابط اداهم لها احتياطي يعني، علشان لو مخبية حاجة تعرفها عن الواد. اختي ايه السادية دي؟ وخرجت معاكي؟ دي ما عندهاش دم، وهي قالت لي اللي زعلانة وهشتني من على باب القسم، ده هي اللي بلتني بمصيبة. أيوة بس طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام، وطالما هي تمام يبقى أكيد راحت على بيتها. طبعا راحت على بيتها، هي لها متوى غير هنا أو في بيتهم. طب قومي هزي. نعم؟ هو انت عارف انا ليه في الهز؟ يا حبيبتي فهمتيني غلط. قومي هزي طولك عشان نروح لها. حتى الهز ده ماليش فيه، عايز تروح لها روح لها لوحدك يا حبيبي. وبعدين انا في حاجه عايزه اقولها لك بقى بصراحه كده. قولي. ده غير انها جابت لي هنا قتال قطه، لو كانت هتوديني في 60 داهيه دي كل اللي حواليها لبش. وجوزها تاجر مخدرات وفي السجن اهو. واختها كمان. هربانه ومحدش يعرف لا هي فين ولا بتعمل ايه. ما يلزمنيش يا حبيبتي، ما يلزمنيش كل الهري اللي انت بتقوليه ده. انا كل اللي يلزمني حاجه واحده بس، طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام. برضه ماليش فيه، عايز تروح روح لوحدك،
مش هروح معاه. مش برضه هنروح لها؟ لا مش هروح لها. طب قومي اديني العنوان او اديني بوسه. طب اديني اماره. دايما بتصديني كده يا اخويا. خليك في العنوان، ما انا عارفه اللي فيها. حد يربي سحليه يا زينب؟ دي حربايه. اهلا وسهلا، شيليها بس من قدام، انا مش قادر ابص لها. ليه دي غلبانه؟ لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ اصلي اصل انا اي حاجه بحلمها بتتحقق، وانا حلمت بيها. بالحربايه؟ اه، جات لي في المنام وبتتكلم. قالت لي ايه بقى؟ لا دي رؤية كده. قالت لك ايه الحربايه يا زينب؟ قالت لي ان لو صاحبتها ربنا هيبعت لي ايام حلوه ويسعدني. فتاني يوم وانا على الكورنيش بفطر رحت شفتها وافتكرت الحلم، فروحت جايباها وجاي على طول. وبص ربنا حقق الحلم واكرمني بأجدع راجل وبيت وعيله. ادعي بس معايا يا محروس ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوه الوانها بتتغير. حلوه ايه بس يا زينب؟ حلوه ايه يا زينب؟ بص كده بقى هتتعود عليها. بص جوزها لما جاي يسر عليها طلبت منه اصطفى، قال لي ان هو وقف شغله عشان متخانق مع مراته اللي هي عسليه. اهدى اهدى بس شويه علشان ماما عامله معايا مشاكل كتير قوي اليومين دول. بليز. المهم اتعرفت على الولد التاني، اشيك بصراحه وكلاسي، ولد ديلر كده حلو، احسن بكتير من راشد. راشد ده كان لوكال قوي. وانت؟ مفيش، منى عرفتني على ديلر بنت، انما ايه هي واصطفتها احلى من بعض. بس كل ما اجي اكلم البنت الديلر دي تليفونها مقفول، مش عارف اصطف منين. هي منى ايه اخبارها صحيح؟ شو سنيفنج ات هوم، ابوها قفشها، ضرب بقى وخناق وزعيق والدنيا اتقلبت. اتسوحت، خدها وداها المصحه. اللي حكى لي الحوار ده الواد كيكو ابن خلف. مصحه؟ دي فيها على الاقل شهرين مثلا. مش بادئ بدري كده على الصبح؟ بدري ايه بس؟ انا ما بقتش بعرف اعمل اي حاجه من غير ما اصطبح. اصطبح؟ مش لاقي عليك خالص اصطبح دي. الله يرحم. I come from London. انت بقيت قديم قوي. ازيك يا مو؟ هاي طنط، ازيك عاملة ايه؟ عايزاك. حضرتك سحبت من البنك 50,000 جنيه في شهرين بس، ممكن اعرف ليه؟ منى صاحبتي انتي عارفاها، مسافرة بيروت وكانت محتاجة فلوس لحد ما باباها يبعتهم لها. ما بعتهمش قبل ما تسافر ليه يا ترى بقى؟ حصل مشكلة في تحويل الفلوس وحاجات كده، أنا مش فاهم قوي يعني، بس هي أكيد هترجعهم لنا يعني. أوكي، أول ما ترجعهم تبلغني، مفهوم؟ أوكي. لسه برضه مفيش أخبار؟ لا مفيش. إن شاء الله خير. على روي. جيت تليفون معايا. سلام. ايوه يا باشا، هو قدامي اهو. الو انسي، تشكر يا عم على التوصيه. عيب يا علوه، ما تقولش كده، احنا اخوات يا راجل. يا كبير خليك معاه علي ثانيه واحده. ايه يا كابلو، في ايه؟ البضاعه كلها ملفوفه وجاهزه، مش فاضل بس الاشاره منك يا كبير. طب روح جهز لي كاس. اوامرك يا علوه. ابن عمك معاك اهو. يا علي ازيك؟ راشد ازاي تعمل فيا كده يا علي؟ ازاي غصب عني يا علي؟ والله فرشحت مني وما عرفتش اللي معاه. طب اهدى بس. طب كنت عملت معاه؟
هقول لك يا سيدي كل حاجة. تقول ايه يا راشد؟ تقول ايه؟ سايبني كده؟ طب ايه ده بس؟ طب كنت عملت معاك قول في ايه؟ انا ذبحت الونش. قتلت الونش؟ انت مجنون يا جدع. اهدى وافهم يا جدع. اترازل على مراتك كذا مرة وعورته ومرتجعش، وسلمني هو ابو هناء اعمل ايه؟ البس طرحة. يعني الحكومة بتدور عليك دلوقتي يا غول. فتون فين؟ معرفش. ازاي ما تعرفش عن حاجة؟ ده انا سايبها امانه في رقبتك. طب اعمل ايه طيب؟ واحده مجنونه والتانيه طفشت، تعمل ايه؟ ما تسمعش الكلام. عسليه طفشت؟ عرفت يعني؟ اسمعني يا راشد، تجيب فتون تحت ايدك. حاضر. اطمن عليها وبعد كده تدوروا انت وهي على عسليه. حاضر حاضر يا سيدي حاضر. هجيبها تحت ايدي هنا. حاضر ماشي. فتون لو يا راشد، فتون. مش عايز اسمع حاجه، مش عايز اسمع حاجه. فتون. سمع الله لمن حمده. الله سمع الله لمن الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. على السلامه. جميل، انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع ومعرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه. ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيتك ازاي يا ابو؟ ده انت من ريحه الغالي. عسليه، أنا كنت قلت لك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلي، رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مرة. ولو مرة واحدة. حاضر حاضر، هجيلك والله العظيم هجيلك، بس أنا لوحدي لوحدي يا سلي. يا حبيبتي، جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. انا يخليك ليا يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعدي.
هتسحر. ومضى عينك. فتحي. يا لهوي، بتعملين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ده. ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت؟ البسي كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبدة الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انت مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا. ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميله. اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربيه، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5-6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطه بس يا زينب. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا. بقول لك ايه؟ انا اروح اشوي لك دنيسايه. ماشي. طب والهريسه؟ الهريسه نحل بيها بعد الدنيسايه بقى. طب وبعد الهريسه؟ هي دي عايزه كلام. هنقيل شويه. قيل؟ حاصرين على المطبخ يا وزن. يا لهوي. ماشي يا كبير. ايه حلاوه دي يا معلم؟ رش على البنات. تمام. وبعت لي عزم. حصل. يا عم انس، يا عم انس، قلت لك مره واتنين وعشرة شغالني. ده ايه ده، مصروفي ولا ايه؟ مرتبك. اللي عامل بيه ايه؟ دراية راشد. ما تفك لي لحم دماغك شويه. لما عاوز منك حاجة أطلبها. العبد لله بقى مؤسسة بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا. حريم، رجالة، جوه وبره، وفيهم بشوات. يا لهوي يا أمسي، ده أنت بقيت موفي. لسه أنا يا دوب حلقة في السلسلة وعايز أشبكك جنبي، بس واحدة واحدة. بونو يا زي. فين واد ضايع؟ يا ولاد الإيه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انس؟ هروح اجيب سكر. عادي عادي، انا بحب اقعد معاكي. عادي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة الاسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش أي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمه الكباريه ماما، هخليكي نجمه الكباريه. انا في الكار ده بقالي 30 سنه، بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحده واحده. انما انت شربات، دمك خفيف، لونه، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجه. اه خلاص. اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد ده اللي قالب دماغ الحكومه وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين اربع حيطان ومسجون دلوقت؟ هيخرج. انت ما تعرفش علي. علي ده فتوة، جدع، دمه حامي.
تصدق انا غلطانه اني رحت اشتغلت عندكم. يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس؟ لولا الحاجه. ما هي الحاجه لسه موجوده يا طنط، الحاجه لسه موجوده. بموت في السماره. بصي يا طنط، عشان انت حبيبتي انا هعمل معاكي حاجه ما بعملهاش مع حد خالص. انا هديكي مره ونص قد اللي طلبتيه. مش انتي قلتي شهر يا حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغايه ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا طنط، هترقصي، هترقصي يا حبيبتي. انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من وراه عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايز اعملها. بصي يا حبيبتي، انا اقدر بعون الله اخدك كده هيلة بيلة واشيلك وارزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك، بس انا مش هعمل كده. انا بحبك قوي كمان. انا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. هربية فين؟ مش هرفعنا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لو اي ابن حنان بنت عمتي مالي بيربي سحالف وتعابين، مش الحلبيه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حد، هي انا مالي. طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. طب بقول لك ايه، ما تجيب من الاخر كده وتقول لي انت بتلف وتدور حوالين ايه. هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه، البت لوزه بس يعني واخدها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستاذنكم بس خمسه كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم. ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه واحده حمر اللحمه واجيلك. لا 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 تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصوله. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شويه، انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجه؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده. ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا، يعني بيورد عليه اشكال والوان، ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها، ما تخلوهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه مركزة معاه. مالك يا بنت متنحة كده ليه؟ انت فاهمة اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكلك مني في حاجة؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمة من ربنا، هدية، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحة جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. دي السجاير ودول 70 جنيه الباقيين.
ليه؟ هي الواحدة بكام؟ الواحدة ب15. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك، بتغلوا على الناس ليه؟ الناس اتقالت. وانا عامل لك ايه؟ هي اللي غلت. طب هات ولاع. خدي سيدي ب2.5. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك 1.5. 1.5 ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجيلنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من طرف اختك عسليه. هو النبي هي كويسه؟ كويسه قوي قوي زي الفل، بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت متداريه شويه. اه يا اختي. دي بعتني عشان اخدك تشوفيها. بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتكي كانت قالت لي انها بعتكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي تعالي اركب. لا انا نسيت المحفظه في البيت. يا نهار اسود، انا مرخي. انت فين يا وزة؟ معقوله سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي ده في اخبار من عيالها. ادي قطرين دخلوا في بعض اهم. الحقني يا اخوي. مين؟ في محل بيا. محروس. عايز ايه؟ محروس. الحقني يا اخوي. انا اخوك. الحقني. يا محروس. يا محروس. الحقني يا اخوي. يا محروس. في اصل روح. ام صباح. ام صباح وقعت من طولها. الحقني تتحاسب. وقعت ايه؟ الحقني. وقعت دلوقتي؟ ايوه. يا ساتر. حصل لها حاجه؟ الطف يا رب. ربك يلطف. ايه حاجه؟ ربك يلطف. ربك يلطف. الطف بينا يا رب. هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها، وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق. انا شاكك ان الحبل الشوكي يكون اتصاب اثناء الوقعه. يعني ايه؟ هتفضل كده طول عمرها ولا ايه؟ انا ما قلتش كده بالظبط يا حاج، بس احنا لازم نعمل لها اشعه رنين على العمود الفقري بالكامل. وما اخبيش عليك، لازم ننقلها مستشفى كويسه جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرين يا دكتور. العفو. شكرين. خلاص ربنا يخليك. شكرين يا دكتور. طبعا. الو فضل. الاسعاف. الحقني. بقول لك حضرتك بكلم الاسعاف. عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن. الحقونا، عايزين ننقلها اقرب مستشفى. يا صلاح استنى بس، هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي. طب انا الاسعاف قدامها ياما على ما تيجي. قول له خلاص. خلاص. طب خلاص يا ابني، احنا هننقلها بمعرفتنا. هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه. انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها. خلي زينب تجهزها بس. صلح. يلا واحد الله خير. يعمل الله خير. خير. توفيق يا رب. ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا. يلا انا في شقه الحاج صلاح. يلا. ايه اللي ليا في الدنيا؟ ليا. جهزيها يا بنتي. جهزيها. واحد الله يخليك. اقعد انت. لا 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 صلاح صلاح امسك نفسك صلاح. تعالى استقبلنا شويه. وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة. انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟
هو انا كنت سرقت منك سريعه وهربت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعه دي، جوزك بعبط لسانه هو اللي قال لحضارك هنا. انت كلمت عليه؟ هو كلمته وهخليك تكلميه. اطلب لي عليه يا راشا. اطلبه ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل، وعلى فكره هما في السجن متربين قوي بيناموا بدري. هو مين ده؟ ده انسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن، وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه. تقعد فيه؟ نقعد ده ايه؟ انا مروحه بيتي يا خور. خدي هنا. اخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى؟ تعالى كل اول شهر وادفع الفاتوره تبقى راجل. اه ما انت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي. طردت جالي امبارح يا اخويا وطردت، وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقه 2 و3. مش مصدق بقك يا فتون؟ ان شاء الله عنك ما صدقت. البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان، نقي لك حيطه كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون. بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتدفعوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره. يلا تعالوا ورايا. صباح رباح يا شيخ. هو مين ده؟ يا زينب، بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معايا. يا عم صلاح. لا يا عم عزيز، وانا بجيب معاك مفاتيح الشقه نسيتهم. زينب بقول لك ايه؟ غطيها كويس للدنيا بارد. حاضر يا عم صلاح. على مهلك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. حاضر. يلا واحده واحده. على مهلك وعليها، على مهلك. افتح الباب. ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله ما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم اهدى ارجوك. يا فندم ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي، شده وتعدي وانت ست مؤمنه. قولي يا رب. وممكن تكون عصبيه. قولي في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور. حقك عليا يا حبيبتي. اعرفي المستشفيات بتعالج الناس. انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها، صدقني ارجوك اهدى. يا دكتور المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، ده مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. ما اني لا اسالك رد الخطا ولكن اسالك الرد فيه. استغفر الله العظيم. وحوس فين كل ده؟ حسين انت ست. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. ونعم بالله يا أخوي. مش هتكلمني علي بقى؟ فاكر جوزها قاعد على القهوة ولا إيه؟ مش تستني لما نعرف إذا كان ينفع ولا لأ؟ ده أنا جايب لك عيش توست، ولا أنت واخدة على البلد ولا إيه يا أخبارك؟ صباح الرضا يا كبير البشوات. بعد اذن معاليك مزنوقين في مكالمه لاخويا علي. معلش البركه فيك. المشكله كده مع جماعته، فيها جواز وطلاق وحضانه يعني حوارات كده مش عايزين نشغلك بيها. حبيبي يا عمو ربنا يوسع عليك. اسلام مع الف سلامه. مع السلامه. لما يبقى جنبه هخليك تكلميه. ما نشوف. قولي يا اخويا كول، انت عارف انا كنت هروح فين بكره؟ كنت هروح اشوف علي واقول له انك خطفتني واشوف هيعمل فيك ايه. انت مش مصدقني يا فتون، بقول لك قلب عظمه لسانه احضرك هنا. يعني هو عايزني اقعد هنا بين 4 حيطان اكل واشرب وانام زي المعيز؟ الموضوع ده اتقفل. ما اتقفلش. طب حشيشي علي اهو.
ايوه يا اخويا، ايوه ايوه تليفون انس، ايوه انا مرات علي وعايزه اكلمه. شكرها يا اخويا، ربنا يحفظك. الو. الله الله يا ست الستات. ايوه يا علي وحشتني، لا بجد وحشتني قوي قوي. كلميني دلوقتي يا فتون. أصيلة، ده أنت أجدع مرة في الدنيا دي كلها والله العظيم. وحدة ربنا راشد خطفني، خطفني ووداني عند واحد صاحب. أنا اللي قلت لراشد يخطفك، عارفة ليه؟ عشان أنت ست واطية وما صمتيش العشرة. ده قتل الونش عشانك، قتل الونش عشانك يا واطية. عارفة يا فتون، لو أنت قدامي أنا كنت هفهمك. أنا عارفك وأريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتتكلمي من عنده صح؟ اسمعي يا فتون، وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا، مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجاله، أنا هسمع كلامك، هفضل قاعدة مع صاحبك وابن عمك دول. مش أنت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص، هفضل أكلمك في التليفون، وكل ما أكلمك يهددني. ديني راشد. شكرا يا سيد الرجالة. مجنونة. ايوه يا علي. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك، اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي، بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. أنا أفضل قاعدة في المغارة دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس لا سمح الله؟ علي عايز يطمن عليكي، وأنت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي أنت عايزاه. طب إيه رأيك في طلعة الإسكندرية؟ مين دول اللي يطلعوا إسكندرية؟ أنا وأنت وفتون في مصلحة نخلصها، ناكل أكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نضيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندرية امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون، ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ انت شايفها زهقانة، هنفسحوك يا فتون. انسي ما تقريني فيه ايه؟ انا اللي سايق يا راشد، اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جاتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم العظيم. عايزة كده؟ صدق الله العظيم. يعني إذا كنت عايزة كده ده يبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله. يا صلاح، أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدواء الأول. ما فيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحدة فيهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هم أحضر لك شوية شوية. ويسر لي أمري. أحضر لها شوية أكل. وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله. والحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا، أنا ما أقدرش أقول إني حبيته. أصلي أصلي لسه بفكر في الحسن، بس هو بيحبني. عيني بتقول كده.
نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا اعيش معاها هنا على طول. مش انتي مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا اما صباحها تخف؟ كنت عايشة أنا وأهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، وإحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابة على أبويا وأخويا، قتلوهم ذبحوهم قدام عينيا، ما بقتش عارفة أعمل إيه بسبب إنهم كانوا طالبين فدية، طالبين فلوس، وأنا ما كانش معانا فلوس ندفعها.